تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض ايه هي انواع الاحمال. انواع الاحمال خلي بالك دي حاجة هتتفاجئ بيها وانت بتتكلم عن الاي تي اس، ومفيش حد هيكلمك عنها كتير للاسف. احنا طبعا الحمد لله بنتكلم من خبرة عملية، فعاوزين نحط ايدينا على دائما الجروح او المشاكل اللي هنواجهها بعد كده. الاحمال دي اما ان تكون حاجة زي الفاكتوري، دي مصنع مثلا او مبنى تجاري كبير، فبيكون بالشكل ده، وده بيكون يعني سنجل لود او حمل واحد. الاي تي اس تصلح ليه بكل سهوله وكل ما فيش اي مشكله فيها زي ما احنا شرحنا قبل كده. او بيكون هاوس، منزل كبير وليكن فيلا او بيت ضخم، او بيكون منزل واحد فقط. انا بقول ليه واحد فقط او كده، هنعرف ان شاء الله في اللي جاي. او بيكون بيلدينج زي كده، بتكون عمارة كبيرة مكونة من عدد من الطوابق، وممكن الطوابق دي تكون داخليا فيها مجموعة من الشقق، يعني ممكن تكون شقة 2 3 4، اي عدد من الشقق داخل هذا المبنى داخل الطابق الواحد. فده مبنى كبير ومجموع فيه وموجود فيه مجموعة من الطوابق. طيب ليه احنا بنقول الكلام ده كله ان انواع الاحمال بتكون حاجة زي كده او منزل زي كده، او بتكون بيلدينج متعدد الطوابق زي كده ويكون جواه شقق زي كده؟ طيب احنا عارفين ان المنزل لو هو منزل واحد ممكن يكون فيه عداد كهرباء للبلدية واحد، هيكون فيه ايه عداد واحد. لو كان فيه مصنع واحد، يعني المنزل ده لو هو دور واحد او فيلا او بيكون عداد كبير موجود، واحيانا ممكن يكون العداد ده 3 فيز، تمام، لانه بالتالي هيحمل احمال كبيرة، ممكن يكون فيه اصلا مطابخ ضخمة او غيره في المنزل ده لو هو فيلا او غيره، ولكن في النهاية هيكون عداد كهرباء واحد واتميتر واحد مركباه البلدية او شركة الكهرباء بحيث يقيس الكهرباء. طب دي هتفيدنا في ايه؟ هنعرف قدام دلوقتي. والفاكتوري او المصانع ديت بتكون برضه نفس القصة، عداد 3 فيز كبير بيكون بيغذي المبنى كله، تمام، وبيتحكم فيه، طيب بيقيس طبعا الكهرباء فيه. او بيكون مبنى زي كده متعدد طوابق، وفي الحالة دي لا مش هيكون عداد واحد، هيكون لكل شقة، كل فلات هيكون ليها وات ميتر او عداد منفصل. طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ الاي تي اس يعني ايه مشكلتها في الموضوع ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله. طيب مبدئيا كده ان شاء الله عايزين نعرف شويه حاجات كده بنستعملهم غالبا في الدوائر بتاعتنا، سواء هي مانوال ترانسفير سويتش او اوتوماتيك ترانسفير سويتش. طبعا احنا بنتكلم عن الاي تي اس وهو الاوتو ترانسفير سويتش. طيب في حاجه اسمها مانوال ترانسفير سويتش الام تي اس؟ اه في. طب ده بيستعمل ازاي او بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في حاجه زي القلابات او ما يسمى بالتشينج اوفر سويتش، وده بيبقى مانوال يعني بالايد كده تقدر تبدل بين موضعين. بيكون في اتنين سورس زي ما انت شايف فوق كده، التيرمينال اللي هتتوصل فوق دي، اربعه في الصف ده واربعه في الصف التاني، وبيكون اربعه خارجين من تحت. الاربعه دول ايه ودول ايه؟ الأربعة دول وليكن هتوصل مصدر البلدية فوق، والأربعة اللي تحت وليكن هتوصل مصدر التيمبوراري أو الجنريتور أو المولد بتاعك الاحتياطي اللي هو بنسميه المصدر الاحتياطي، ومن تحت بتخرج لحمل واحد وده بيسمى تشينج أوفر. فأنت يعني إيه تشينج أوفر؟ يعني بيبدل ما بين حاجتين، بيبدل ما بين دهوت والتاني، يعني بيبدل بين الجنريتور والبلدية، واللي هو بيقف عليه بيخرج الحمل عن طريقه. يعني لو هو واقف على الجنريتور يبقى المولد هو اللي مغذي، ولو هو واقف على البلدية يبقى البلدية هي اللي مغذية. التشينج اوفر سويتش ده احنا نشوفه مع بعض عملي، ما تستعجلش، وهوريه لك بكل تفاصيله وتوصيله مع بعض ان شاء الله في لوحة من اللوحات. السكينة دي نفس القصة هنا، ولكنها ايه مختلفة في الشكل. يعني السكينة دي سبق وشرحناها في فيديوهات سابقة، كانت بتتكلم عن الووتر بامب موتور او مضخة المية بتاعة الايه مضخة المياه المنزلي، تمام، الموتور بتاع مضخة المياه الايه المنزلي. السكينة دي شرحناها بالتفصيل، وهي برضو بتكون مكونة من 6 نقاط او 9 نقاط او زي ما يكون، وبيكون فيها طرف وسط وطرفين على الاطراف كده، يعني بيكون الحمل مثلا موصل من الجهة دي والمولد او الاحتياطي من الجهة الاخرى، وانت بتاخد اسف البلديه من الجهه دي والجنريتور او المولد من الجهه الاخرى، وانت بتاخذ الحمل بتاعك من الوسط كده على طول، وبتبدل يا اما تجيبها هنا توصل الجنريتور، يا اما تجيبها هنا توصل البلديه،
وبتفصل طبعا الجهة الأخرى. يعني هي كده لو احنا قلنا جنريتور يبقى هي موصلة هنا الجنريتور. طيب في بقى طبعا كونتاكتورز زي ما احنا شايفين كده، اتنين كونتاكتورز كده بنسميهم تو كونتاكتور باك تو باك. باك تو باك يعني تقدر تستعملهم هما كده لوحدهم بدايرة كنترول بسيطة جدا زي ما هنشوف في بداية دوائر الـ ATS مع بعض إن شاء الله، وبشرط إن هما يكون في بينهم انترلوك ميكانيكي، ميكانيكال انترلوك، يعني حماية ضد التشغيل في نفس اللحظة مع بعض. يعني لو شغلت ده في نفس اللحظة ما يقبلش معاك حتى لو انت دوست عليه بإيدك، يعني لو انت حتى دوست على النقطة دي وضغطت عليها، زي ما احنا عارفين النقطة دي لما بندوس عليها بتضغط على الكونتاكت بتاع الكونتاكتور، الكونتاكتس دي بتضغط عليها الأطراف التوصيل وبتوصل الباور من فوق لتحت وبتغير موضعه. انت بقى في الحالة دي لما نحط هنا انترلوك بيمسك المنطقة دي بيخليها استحالة تشتغل والكونتاكتور اللي معاه المربوط معاه شغال في نفس اللحظة، والعكس صحيح هنا برضه لو ضغطت هنا عمر دي ما يشتغل، فده بنسميه انترلوك ميكانيكي. تمام، ودول اتنين كونتاكتور ممكن نستعملهم في الاي تي اس، او ممكن نستعملهم بكل بساطة. وطبعا هي اصلا دوائر الاي تي اس مبنية على اتنين كونتاكتور. تمام، هي عاملة زي دايرة الريفيرس كده بتاع الموتور عكس الحركة ولكن بمفهوم اخر. يعني طبعا هيكون في دايرة كنترول، الدايرة دي ممكن تكون صغيرة وممكن تكون كبيرة، هنشرح الكلام ده بالتفصيل ما تقلقش منه خالص. اعتقد كده الوضع واضح بين المانيوال واللي هيبقى اوتوماتيك او لو انت هتستعمله بدايرة مبسطة.